الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي أشرف المرسلين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، اليوم نحن نريد نتكلم مع حضراتكم عن باقي كتاب الإيه؟ المسجد ولا دخول المسجد ولا الصلاة في المسجد؟ نحن نكمل باقي إيه؟ باقي إيه؟ الإمامة. يلا سيدي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخنا الكبارين. آمين. باب آداب الإمامة والقدوة. ينبغي للإمام أن يخفف الصلاة. قال أنس رضي الله عنه: ما صليت خلف أحد أخف ولا أتم من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو القائل: من أم بالناس فليخفف. من أم بالناس فليخفف. ما معنى من أم بالناس فليخفف؟ فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. شوف الرسول يأتي الزن، يعني أنت تصلي بالناس إمام لكن رجاء تخفف. النفس تحب التخفيف لا تحب الثقل. لماذا مولانا؟ لأن النفس أصلا لا تحب الالتزام، فكيف إذا صار الالتزام في صعوبة وفي تعب؟ لا شك مولانا، لا شك أن الناس سترفض. طيب، معاذ بن جبل صلى بالناس إماما فقرأ البقرة لكن الناس تعترض. هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ؟ يعني ما معنى أفتان أنت يا معاذ؟ يعني رجاء لا تفعل مشاكل مع الناس. ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويطيل في الصلاة. يطيل في الصلاة، أيوة، لكن الناس في حالة رضا. ما دام الناس في حالة رضا والناس لا تعترض خلاص، لكن إذا اعترض الناس نعود إلى الأصل. الأصل من أما بالناس فالإيه؟ فليخفف، فإن فيهم الضعيف وفيهم المريض وفيهم ذا الحاجة. قولي هنا: ولا يكبر ما لم يفرغ المؤذن من الإقامة. يعني من باب الأدب، المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح. أنا أقول الله أكبر وأصلي. لا يا مولانا، إذا كنت إماما تنتظر المؤذن إلى أن ينتهي من الإقامة. حكم الإقامة إيه؟ سنة، لكن لا تبطل الذكر بالذكر. لا تبطل الذكر بالإيه؟ بالذكر. فنحن الآن في ذكر الإقامة، فلا ندخل في ذكر الصلاة. لا تبطلوا الذكر بالذكر. ينتهي المؤذن من الصلاة ثم نحن بعد ذلك من الإقامة، ثم نحن بعد ذلك ندخل فين مولانا؟ ندخل في الصلاة. قول يا سيدي. وما لم تستوي الصفوف ويرفع الإمام صوته بالتكبيرات، ولا يرفع المأموم صوته إلا بقدر ما يسمع نفسه وينوي الإمام. يعني الإمام يجهر الله أكبر، صوت عالي ليه مولانا؟ حتى يسمع الناس. طب المأموم صوت منخفض، ليه صوت منخفض؟ لأن صلاتك صلاة سر، بس الإمام يجهر، بالنسبة لك أنت سر. فنحن في صلاة العشاء، جهر ولا سر؟ جهر، لكن جهر لمين؟ للإمام أو من يصلي منفرد. أما المأموم هو تابع للإمام، رجاء لا يفعل شيء.
رجاء لا يفعل شيء، هو ينتظر فقط ولزيد. فلو الإمام يجهر والمأموم يجهر ليست صلاة، صار فوضى. وينوي الإمام الإمامة لينال الفضل. وينوي الإمام الإمامة ليها؟ إذن الإمام عندما ينوي أن يكون إمام أخذ الفضل سنة، لكن المأموم إذا نوى الاقتداء واجب. المأموم إذا نوى الاقتداء واجب. فهمتم يا أهل الله؟ حتى أنا أحصل على ثواب الجماعة لابد من نيتي. أما المأموم الأمر مختلف، لازم يفعل، لازم يفعل. قول سيدي. فإذا لم ينوي صحت صلاة القوم إذا نووا الاقتداء به ونالوا فضل القدوة. يعني إذا لم ينوي الإمام أن يكون إمام، كأن يدخل واحد خلفه وهو لا يدري مثلا، الإمام كما يفعل، لكن المأموم لا بد أن ينوي. فإن لم ينوي الإمام الاقتداء بهذا الإمام صلاته لا تصح. صلاته إيه؟ لا تصح. نية الإمام سنة ونية المأموم فرض. يسر بدعاء الاستفتاح والتعوذ كالمنفرد ويجهر بالفاتحة والسورة. يسر الإمام يا أخوانا، عندنا هيئات قلناها لحضراتكم، الله أكبر جهرا. طيب دعاء التوجه سرا للإمام والمأموم، الاستعاذة سرا للإمام ومن؟ والمأموم. فهمتم؟ طيب الفاتحة والبسملة، إن كنا في صلاة جماعة يجهر الإمام بالبسملة وينتهي عند آمين ويجهر بالصورة، فلا تظن أن الصلاة جهر للإمام أن الإمام أيضا يجهر. يجهر بماذا الإمام؟ يجهر بدعاء الافتتاح لا، ما ينفعش مولانا، ما ينفعش. الإمام يجهر، يجهر بماذا؟ ها؟ يجهر بتكبيرة الإحرام، يجهر بالبسملة والفاتحة وآمين والسورة، لكن دعاء التوجه سرا للإمام والمأموم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سرا. ما الفرق بين دعاء التوجه وبين دعاء الاستعاذة؟ الاثنين هيئة، لكن دعاء التوجه لا يقال إلا في الركعة الأولى، أما الاستعاذة فتقال في جميع الفاتحة قبل البسملة في كل الركعات، وتقال جهرا ولا سرا؟ سرا. سؤال، متى نجهر بالاستعاذة؟ متى نجهر بالاستعاذة؟ نجهر بالاستعاذة في حالتين. واحد، ها، في المحافل، في احتفالات. نمرة اثنين، في التعلم. نحن في حفلة، ها، في مقرئ يقرأ يجهر بالاستعاذة. نحن نحفظ الصبيان القرآن، الصبيان الصغار كده، يلا يا شباب أعوذ بالله من الشيطان وكده يحفظون. لكن مولانا اقرأ، لا اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم على طول الفاتحة. فهمتم؟ لا يجهر بالاستعاذة إلا فين يا مولانا؟ ها، إلا في المحافل وها التعلم. خلاص قول يا كم. ويجهر بالفاتحة والسورة في جميع الصبح وأولتي المغرب والعشاء، وكذلك المنفرد. ويجهر بقوله آمين في الجهرية، وكذلك المأموم. ما هي المواضع الجهرية؟ الأولى والثانية في صلاة الصبح، الأولى والثانية في صلاة المغرب والعشاء. ما هي الجهرية؟ الظهر كاملا، العصر كاملا، الثالثة في المغرب، الثالثة والرابعة في العشاء. قول يا مولانا.
ويطعم المأموم تأمينه بتأمين الإمام معا لا تعقيبا له، ويسكت الإمام سكتة عقب الفاتحة ليثوب إليه نفسه، ويقرأ المأموم الفاتحة في الجهرية في هذه السكتة ليتمكن من كم سكتة يسكتها الإمام؟ كم سكتة يسكتها الإمام؟ ثلاثة. واحد بعد تكبيرة الإحرام، اثنين بعد الفاتحة وقول آمين، ثلاثة بعد مين؟ بعد السورة. شباب، إذا نظرنا إلى السكتات فالإمام يقول الله أكبر ويسكت، لماذا؟ حتى نقول دعاء التوجه والاستعاذة. آمين. الإمام يسكت ليه؟ حتى يعطي فرصة للمأموم أن يقرأ الفاتحة. والله غفور رحيم. انتهت القراءة، الإمام يسكت لاستعدادا للهوية إلى الإيه؟ إلى الركوع. كم سكتة يسكتها الإمام؟ واحد، ها؟ اثنين، ثلاثة. حكم السكتات يا مولانا، ها؟ هيئة، سنة هيئة يا مولانا، شوية سنتها، سنة يساب فاعله ولا يعاقب تاركه، هيئة، لأنه ليس أبعاضا، ليس إيه؟ قول يا ابني. ويقع المأموم الفاتحة في الجهرية في هذه سكتة. حكم الفاتحة إيه؟ ركن، والمأموم ركن. طب في مذاهب مولانا المأموم في الصلاة الجهرية لا يتكلم، الشيخ ولا الضالين، هو يقول آمين لا يتكلم، هذا مذهب الإمام مالك. مذهب الإمام إيه؟ أن المأموم في الصلاة الجهرية لا يتكلم، الله أكبر خلاص. إذا قال الشيخ ولا الضالين هو يقول آمين ولا يقرأ الفاتحة، لكن عند السادة الشافعية الفاتحة ركن للإمام والمأموم، لكن إذا لم يستطع المأموم قراءتها لأن الإمام انتهى من الركعة بسرعة، تكفي فاتحة الإمام، تكفي فاتحة الإيه؟ ما لم يكن التأخر بسبب المأموم. أنا الله أكبر مع الإمام والإمام يقرأ ويعطيني فرصة وأنا لا أقرأ، تتحمل. أو أنا أتكلم مع الناس فإذا قال الإمام الله أكبر يركع، أنا الله أكبر وأركع. لا مولانا، هذا الكلام فيه خطورة. ليتمكن من الاستماع عند قراءة الإمام، ولا يقرأ المأموم السورة في الجهرية إلا إذا لم يسمع. هو ليس الواجب سورة مولانا، فاقرأوا ما تيسر منه. ممكن تقرأ آية، ممكن تقرأ جزء من آية، لكن إذا قرأت جزء من آية لابد أن يكون مفهما. يعني إيه؟ يا أيها الذين آمنوا. الله أكبر، ما استفدنا، لم نستفد شيء. ممكن قطعة طويلة لم تعطي إفادة برضو. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم، جملة كبيرة لكن كانت لهم ماذا؟ ما فيش. لكن شوف مولانا أهو، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. دي قطعة من آية، ليست آية لكن مفهمة ولا غير مفهمة؟ وقد تأتي آية غير مفهمة، زي مولانا ألف لام ميم، فين يفهم؟ لم يفهم شيئا. إذن
الغرض من القراءة بعد الفاتحة أن تقرأ قرآنا يعطيني معنى مفيد، سواء آية أقل من آية ليس عندي اعتراض، المهم تعطيني معنى يا مولانا مفيدا. يلا سيدي. نعم. ايه هو ده؟ يعني المأموم لا يقرأ سورة. إذا كنت في صلاة جهرية الإمام مش ممنوع أن يقرأ، مش ممنوع، يجوز أن تقرأ مع الإمام وأن تقرأ خلف الإمام، ويجوز أن الإمام يقرأ في البقرة وأنت تقرأ في آل عمران، لكن مولانا أنت تقرأ القراءة في الركعة الأولى والثانية، أما القراءة في الركعة الثالثة والرابعة الأفضل لا تقرأ، تقرأ الفاتحة فقط، وإن قرأت سورة ليست الصلاة باطلة. هذا المنع هنا ليس في البداية، في مشكلة عندك اقرأ. ولا يقرأ المأموم السورة في الجهرية إلا إذا لم يسمع صوت الإمام، ولا يزيد الإمام على ثلاث في تسبيحات الركوع والسجود، ولا يزيد في التشهد الأول بعد قوله اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. في التشهد الأول يقول الآن ولا لا يقول؟ ولا يزيد في التشهد الأول بعد قوله اللهم صل على محمد وآله. لا أيوة. كلام هنا كلام في غاية الخطورة. صلوا على النبي. ما حكم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول؟ واحد، اللهم صل على سيدنا محمد من غير الآل سنة أبعاد. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآل في التشهد الأول مكروه. فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، هذا جيد، وعلى آل سيدنا محمد، الصلاة على الآل في التشهد الأول مكروه. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول سنة أبعاد. سنة إيه؟ الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن. طيب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير والآل، الصلاة على رسول الله الركن والصلاة على الآل سنة أبعاد. سنة إيه؟ ما معنى سنة أبعاد؟ من تركها الصلاة صحيحة، من تركها سجد للسهو. سجد إيه؟ ركز معه الآن. ما معنى أبعاد ستسجد للسهو؟ حكم سجود السهو سنة، موطن سجود السهو بعد التشهد وقبل السلام، سواء أكانت الصلاة زائدة أم غير زائدة. ما معنى زائدة؟ يعني مثلا أنا الشيخ وقفت للركعة الخامسة، وقفت للركعة الكام، فقال المصلون سبحان الله بنية التنبيه، ما الحكم؟ الصلاة حكم إيه؟ باطل. لا يوجد عندنا تنبيه في الصلاة، فقال المصلون سبحان الله بنية الذكر والتنبيه، ماذا حصل؟ الشيخ ينزل. الشيخ وقف للركعة الكام، فلما قالوا سبحان الله الشيخ ينزل، فلما نزل الشيخ، ها الشيخ هنا زيادة ولا نقصان؟ زيادة. عند المالكية، عند المالكية إذا زادت الصلاة سجد بعد السلام. طيب
الشيخ جلس للتشهد بعد الركعة الثالثة فقال المصلون سبحان الله، فالشيخ وقف. ها، الصلاة ناقصة ولا زائدة يا شباب؟ ناقصة ولا زائدة؟ ناقصة، جلس للسلاسة. هنا الشيخ يسجد بعد التشهد وقبل السلام، هذا رأي المالكية. رأي مين؟ الشافعية زائدة، ناقصة السجدتين بعد التشهد وقبل السلام. خلاص يا شباب، حكم السجدتين سنة، من تركها لا ثواب ولا عقاب. متى أسجد للسهو بعد السلام عند المذهب الشافعي؟ ها، مين يجاوب؟ إذا أنسيت. إذا أنسيت، فلو أنا أنسيت مباشرة بعد السلام أسجد. طب أنا أنسيت ولم أسجد إلا بعد فترة تذكرت، إذا صار الفاصل طويلا انتهى الأمر. إذا صار الفاصل طويلا انتهى الإيه؟ انتهى الأمر. قول يا سيدي، لكن هي لا تبطل، لا تبطل بفضل الله. قول. ويقتصر في الركعتين الأخيرتين على الفاتحة ولا يطول على القول. ولا يطول على القول، شوف الركعة الثالثة والرابعة يقرأ الفاتحة فقط، ولا يطول على مين مولانا؟ على القوم. لماذا لا يطول على القوم؟ لأنه لو طول على القوم، القوم يعني يغضبون. إلا لقوم يحبون التطويل. فإذا أحب التطويل قوم وقوم آخرين أحبوا التخفيف، قال صلى الله عليه وسلم الضعيف أمير الركب. يعني إيه؟ ركز معايا، أنا تعبان فأمشي من هنا إلى محطة السابع أتوبيس في 10 دقائق، أمشي بالراحة. أنتوا شباب أقوياء تمشي في 5 دقائق، فصار عندي مشكلة، واحد يمشي بسرعة واحد يمشي ببطء. فقال صلى الله عليه وسلم من يتحمل من؟ القوي يمشي مشية مين؟ الضعيف، حتى لا نشعر الضعيف أنه ضعيف. قال صلى الله عليه وسلم الضعيف أمير الركب، من يمشي أمام الأمير؟ لا أحد. انظر كده مولانا التلفزيون كده، الرئيس يمشي في البداية وخلفه مين؟ الناس، لكن الناس لا تمشي أمام الرئيس، عيب. فهو المتقدم، الوزير هو المتقدم، شيخ الأزهر هو المتقدم، الإمام يقف في أول الصف. فهمتوا يا شباب؟ فهذا الكلام، فرأيك إيه مولانا؟ إن الضعيف الرسول جعله أمير، هذا رحمة، ليس بعدها رحمة خالص. ولزيد، ها، ولا يزيد دعاءه في التشهد الأخير على قبل تشهده وصلاته على سيدنا. مولانا لا يجلس في التشهد ساعة يدعو. قول يا ابني. ها، وينوي الإمام عند تسليم السلام على القول. شوف مولانا كيف نسلم. أنا أمامي القبلة، أنا أنظر فين مولانا؟ موضع السجود. نظرك إلى السجود يؤدي إلى الخشوع، النظر إلى محل السجود يؤدي إلى مولانا خشوع. ما معنى الخشوع؟ سكون الجوارح. فإذا خشع الإنسان لله تدبر فيما يقول. ما حكم التسليم الأولى؟ الركن. ما حكم التسليم الثانية؟ هيئة. أقل التسليمة سلام عليكم باطل، لازم كده مولانا، السلام عليكم. يجوز أنا كده أنظر إلى كده، السلام عليكم، بدون تحريك. طب الكمال، السلام عليكم ورحمة الله. ما هذا؟
شرط أن من كان في الصف خلفك يرى وجهك. ده سنة. السلام عليكم انتهى السلام. ورحمة الله ده كمال السلام. وبركاته حديث صحيح لكن ليس مذهبنا. احنا منتهى الكمال عندنا السلام عليكم ورحمة الله ثم يعود. السلام عليكم ورحمة الله. تنوي مين مولانا؟ تنوي أنني أسلم على اليمين وعلى اليسار. طب من قال كده؟ السلام عليكم السلام عليكم. خلاص ليس هناك مشكلة. نعم. باطل لازم هو جالس. وينوي القوم بتسليمهم جوابه. يعني هو يقول السلام عليكم والقوم ينوون ايه مولانا؟ الرد عليه. جميل جميل قوي. ويلبس الامام مكانه ساعه بعدما يخرج من السلام ويقبل على الناس بوجهه. ده كلام جميل. بعد السلام الإمام يجلس كهيئة الصلاة أبو حنيفة، لكن مذهب الإمام الشافعي يقبل على الناس بإيه؟ فأنا السلام عليكم السلام عليكم وأجلس هكذا وجهي للقبلة. لا، تقبل على مين؟ فتعطي ظهرك للقبلة وتستقبل مين؟ وتستقبل الناس وتقوم بختام الصلاة وبالمصافحة وبالسلام حتى الله يعطينا ما يريد من خير. ولا يلتفت إن كان خلفه النساء ينصرفن أولا. هل يجوز أن يكون الإمام رجلا والمأموم امرأة؟ يجوز. فلو أنا أصلي والنساء خلفي هل أعود هكذا وأنظر إليهن؟ اجلس كما أنت على هيئة الصلاة حتى تنصرف مين؟ النساء. ولا يقوم أحد من القوم حتى يقوم الإمام وينصرف. هذا أدب، هذا نوع من الأدب. إذا انتهى الإمام من الصلاة يختم صلاته، فإذا قام الإمام قام الناس، لكن أن الناس تقوم قبل الإمام لغير المضطر هذا ليس من باب الأدب. وينصرف الإمام حيث شاء عن يمينه وعن شماله واليمين أحب إليه. يعني من يمشي بداية؟ من كان على يمين الإمام، فمن كان على يمينه أفضل ممن كان على إيه؟ يساري. قال صلى الله عليه وسلم تيامنوا فإن في اليمين بركة. تيامنوا فإن في اليمين بركة. ولا يخص الإمام نفسه بالدعاء في قنوت الصبح. اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت. لو تدعو بمفردك جائز، لكن لو كان معك ناس وأنت تدعو لنفسك والناس تقول آمين فقد خنتهم. فقد يا مولانا لأنهم يصلون معك. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا وتولنا وارحمنا واغفر لنا أنت مولانا كده. لكن اللهم ارحمني آمين، اللهم اغفر لي آمين. طب نحن من أنتم؟ أنتم جيجي. ما ينفعش مولانا، لا تخونهم. شوف قالك فقد خانهم، خان الجماعة. بل يقول اللهم اهدني في اللهم اهدنا واجهر به. ويؤمن القوم ولا يرفعون ايديهم ان لم يثبت ذلك في الاخبار. حلو. حكم القنوت على مذهبنا ايه؟
سنة أبعاد. سنة إيه؟ سنة إيه؟ تعرفون سنة الأبعاد ولا لا تعرفون؟ تعرفون؟ اكتب. الجلوس للتشهد الأول. اثنين، ألفاظ التشهد الأول. ثلاثة، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. أربعة، الصلاة على الآل في التشهد الأخير. خمسة، القنوت في صلاة الصبح. ستة، القنوت في الوتر في النصف الثاني من رمضان. بعض الكتب قالت سبعة، بعض الكتب قالت تسعة. من قال سبعة ماذا قال؟ قال القنوت والقيام له. القنوت الدعاء والقيام للقنوت، فأنت تدعو للقنوت، لست ساجد ولست راكع، بل أنت رافع من مين؟ من الركوع. خلاص. الصلاة على رسول الله في القنوت ليست من الأبعاد. الأبعاد القنوت كله أبعاد. كمل بس، كمل. ولا يرفعون أيديهم إذ لم يثبت ذلك في الأخبار، ويقع المأموم بقية القنوت من قوله فإنك تقضي ولا يقضى عليك. ما فيش مشكلة، هذا رأي مولانا، يقول أن رفع اليدين في الصلاة ليس منها، لكن ليس في مشكلة. المشكلة أنه بعد الدعاء يمسح، يعني وصلي اللهم على سيدنا محمد يفعل كذا، هذا مكروه. هذا يا مولانا نص العلماء على لماذا مكروه، ليس من أفعال الصلاة، ليس من فين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة ماشي، وفي الآخرة حسنة ماشي، وصلي اللهم وسلم وبارك عليه وصحبه أجمعين. هذه الحركة في الصلاة مكروهة، لكن خارج الصلاة افعل ما تفعل، افعلها ما تفعل. الحركة طبعا ليست من أفعال الصلاة. ولا يقف المأموم وحده بل يدخل الصف أو يجر. هذا ما قلناه في درس اليوم، هذا ما قلناه في درس اليوم. حكم صلاة المأموم منفرد خلف الصف مكروه، والسنة أن يجذب واحدا يأخذه من الأمام، والسنة أن من يجذبه يكون لينا في يد أخيه، فأنا عندما أشده يمشي معي بالراحة، والأفضل أنني لا أجذبه إلا إذا دخلت في الصلاة. إلا إذا دخلت فين؟ هنا أجذبه، ما فيش مشكلة. كل سيدي. ولا ينبغي للمأموم أن يتقدم على الإمام في أفعاله أو يساويه. لأن مساواة الإمام مكروه، والتقدم على الإمام حرام، والتقدم على الإمام بزيادة عن ركنين يبطل الصلاة، والتأخر عن الإمام بزيادة عن ركنين فعليين يبطل الصلاة. فالمأموم في الفاتحة والإمام في السجود يبطل، لأن الركوع ركن والرفع ركن. ما الفرق بين الركن الفعلي وغير الفعلي؟ فالركوع ركن والطمأنينة ركن، والقيام من الركوع ركن والطمأنينة فيه ركن، لكن الركوع ركن والقيام ركن. فهمتم؟ نحن نحسب الركن ليها الفعلي. تفهمون يا شباب ولا في صعوبة؟ في صعوبة؟ إيه الصعوبة؟ ايوه في الصعوبة. ايه هو قائم، والإمام ركع واطمأن ورفع واطمأن وسجد، المأموم يقرأ الفاتحة والإمام في السجود، كم ركن فات؟ ثلاثة، يبقى الصلاة باطلة. لكن كم ركن فعلي؟ ثلاثة، لكن لا نتكلم عن الطمأنينة، فلو قلنا الطمأنينة الأمر مختلف. فهمت يا ابني؟ ها من لم يفهم يا شباب؟ الكلام في صعوبة نعيد، ليس عندنا مانع نؤخر الدرس. ها
في سؤال في صعوبة؟ كلام مفهوم ولا نعيد؟ فهم؟ كلام مفهوم يا شباب؟ ونسيت. بل ينبغي أن يتأخر عنه، ولا يهوي المأموم للركوع إلا إذا انتهى الإمام إلى حد الركوع. يهوي يعني ينزل، فالإمام ينزل أنا أنزل معه، لا مولانا، الإمام ينزل وينتهي هنا أنا أنزل، أنت تابع للإمام، لا تنزل مع الإمام ولا ترفع مع الإمام، فإذا الإمام استوى أنت ترفع، إذا الإمام هوى أنت تهوي. الهوي يعني الميل، الميل في الركوع. ولا يهوي للسجود ما لم تصل جبهة الإمام إلى الأرض. يعني هذا كله من باب الأفضل، فإذا سجد الإمام واطمأن نحن نسجد، هذا من باب الطمأنينة، من باب النظام، من باب عدم سبق الإمام. يا شباب، الرواية تقول أن من يسبق الإمام رأسه رأس حمار. شوف، لما يكون إنسان عند الله رأسه رأس حمار، لماذا؟ لأنه يسبق الإمام. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهو في البداية ثم نحن نأتي بعده. هذه آداب جيدة نادر أن تجدها في كتب، لكن مولانا الغزالي أهل الله يبني، الله يكرمهم. مولانا الغزالي ليس بعد الغزالي غزالي، مولانا خلاص بداية الهداية، تلخيص لإحياء علوم الدين. شوف إحياء علوم الدين كرتونة، هو ملخص لك في كتاب صغير يقرأ قبل الطعام وبعد الطعام، خلاص كتاب صغير تقرأه مرة اثنين ثلاثة حتى تفهم حتى تحفظ. أنت تقرأ بداية الهداية، هذا الكلام يعلمك كيف تعبد الله. قول يا سيدي. باب آداب الجمعة. طيب، في أحكام مولانا، أحكام الجمعة إيه؟ واحد، سميت الجمعة جمعة لوقوعها في يوم الجمعة. أنا عندي بعض الأمور كده، ما الفرق بين الجمعة والجمعة؟ جم ليس جم جم. ركز معي، جم معه بسكون من يعني أسبوع، بمعنى أسبوع. أنا آتيكم كم مرة؟ مرة. مرة فين يا مولانا؟ مرة كل جمعة. النهاردة الاثنين لا نعترض، لكنه مرة في الأسبوع. مرة فين؟ فالشيخ يأتي يعطي درس عندكم كل جمعة، فهمتم؟ أنا أتي يوم الاثنين، لا يا مولانا، ليس لنا معنى باثنين أو أحد أو ثلاثاء، يعني مرة في الأسبوع. طيب مولانا رايح فين؟ أنا مسافر. متى؟ أسافر يوم الجمومو الثاني، جم جم، إنما دايما لها جمو، بضم الميم، اسم لليوم الذي تقع فيه الصلاة، اسم لليوم الذي تقع فيه إيه؟ فيه الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ولا الجمعة، جمعة، فهمتم البداية؟ طيب، لماذا سميت بصلاة الجمعة؟ الثاني صلاة الجماعة، جماعة، لكن ده جمعة حيث يجتمع الناس. روت السيدة عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحسدنا أهل الكتاب على ثلاثة، واحد على صلاة الجمعة، وعلى تحويل القبلة، وعلى قول آمين. واحد، ها،
يحسدنا أهل الكتاب على ثلاثة. واحد ها صلاة الإيه؟ الجمعة. اثنين تحويل القبلة. ثلاثة على لفظها آمين. حكم صلاة الجمعة فرض كفاية ولا سنة ولا فرض عين؟ صلاة الجمعة فرض عين، كلام مظبوط. ما معنى فرض عين؟ يثاب فاعله ويعاقب إيه؟ الرسول أخبر صلى الله عليه وسلم أن من ترك صلاة الجمعة ثلاث جمع متهاونا إلا وطبع الله على قلبه، خلاص قلبه صار أسود أسود مولانا، قلبه أسود. طيب ما هي شروط الوجوب؟ واحد الإسلام، بلوغ، العقل، الحرية، الذكورية، الاستيطان، آخر حاجة هي الصحة. مريض الله يغفر ويرحم، مسافر الله يخفف، بشرط أن يسافر قبل صلاة الصبح، قبل الصبح، فإذا أذن للصبح يحرم عليه السفر إلا إذا أدرك الجمعة، خلافا لمين؟ للحنابلة. الحنابلة عندهم يجوز أن تسافر في أي وقت. مولانا أنا أسافر الإسكندرية، أركب القطار الساعة كام؟ 8. مولانا ستدرك الجمعة؟ إن شاء الله أدرك أسافر. لا مولانا أنا لا أدرك الجمعة، يحرم أن تسافر إلا لضرورة. إلا لإيه؟ ضرورة. نكمل. ما رأيك مولانا في ماذا؟ ما رأيك في باقي الشروط؟ الصحة والاستيطان، الحرية الله يخفف على العبد، الذكورية الله يرحم المرأة، تسافر، تعد الطعام، تنظف البيت يوم الأجازة، فإذا ذهب الصبي مقبول، إذا ذهبت المرأة ليست واجبة وصحت منها. فلو ذهبت المرأة وصلت الظهر ركع الجمعة ركعتين في المسجد تحققت. صلاة الجماعة إمام ومأموم، صلاة الجمعة لا تقل عن 40 ممن توافرت فيهم الشروط. شيخ أنا أصلي، كان زمان ذهبت إلى مسجد أخطب فيه أول مرة في المسجد. أنا ذهبت المسجد فيعني الشيخ القديم قال تفضل تخطب يا مولانا، قال تفضل، فأنا أخطب. فجأة وأنا أخطب جاء رجل وليس رجل، جاء رجل وأخذ الشيخ وأنا أخطب. بعد 5 دقائق دعيت الشيخ، جاء ومعه وفد وأجلسهم في المسجد. فأنا قلت يعني الشيخ راح فين؟ ترك الصلاة وجاء بناس. فبعد الصلاة قلت له مولانا أين ذهبت؟ قال بعض الناس يصلون في مسجد ولم يجدوا خطيبا، فجاءوا يبحثون فوجدوني، فأنا ظننت أن المسجد فيه ناس، فذهبت وجدتهم 10، فقلت لهم تعالوا. فبدل أن يخطب بالعشرة جاء بالعشرة. أقل عدد للجمعة الإمام مالك 12، أبو حنيفة 3، الإمام الشافعي 40. أقل عدد كم؟ 40 مذهبنا، لكن ليس 40 وتسكت، 40 ممن توافرت فيهم لها. يعني أنا الشيخ أهو رايح أخطب في مسجد، كم عدد المصلين؟ قالوا لي مولانا 40 تماما. بالإمام ولا من غير الإمام؟ بالإمام. 40 في آخر الخطبة ولا من بداية الخطبة؟ من بداية الخطبة إلى آخرها. فلو الشيخ يصلي وعنده 40 الخطبة صحيحة، قبل أن تنتهي الصلاة واحد من 40 مشي مات، جاءت الحكومة وأخذته
المهم جئت أصلي فوجدت العدد كم؟ 39. ماذا أفعل؟ تصلي ظهرا. تصلي إيه؟ هنا مولانا كم الأربعين؟ 30 رجلا الحمد لله، 3 من النساء الحمد لله، 3 من العبيد الحمد لله، كده كم؟ 36. طيب 4 من الأطفال الحمد لله. أنا أصلي جمعة ولا أصلي ظهر؟ ظهر. لازم الأربعين ممن تتوافر فيهم شروط الإيه؟ الجمعة. ما هي شروط الجمعة؟ إسلام، بلوغ، العقل، حرية، ذكورية، الاستيطان، ها الصحة. ده ما قلت لكم، ده متن الغاية والتقريب، أعظم كتاب. هنا مولانا الشيخ الذي عنده 30 رجل، 3 من النساء، 3 من العبيد، 6 من الأطفال، يصلي ظهر ولا يصليها جمعة، لأن العدد لم يكمل. العدد إيه؟ لم يكمل. الخطبة يشترط للخطيب أن يكون على طهارة، فإن الخطبة صلاة. يشترط للخطيب أن يجلس بين الخطبتين، ألا يقل العدد عن كم؟ عن 40 من بدايتها إلى نهايتها. السنة ثياب الأبيض، تشبه بالملائكة، وضع الطيب، إلا إذا كنت تمشي مع امرأة أن تأتي مبكرا. فمن جاء الجمعة مبكرا، أنا عارف معظمكم يأتي قبل أن يقول الشيخ قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الجمعة في البكور مولانا، البركة في البكور مولانا. من ذهب في الساعة الأولى فكأنما تصدق ببدنه، جمل مولانا 25,000 جنيه. طب الساعة الثانية بقرة، الثالثة خروف، الرابعة دجاجة، الخامسة بيضة. فكلما ذهبت مبكرا كلما نلت البركة. ماذا أفعل عندما أذهب مبكر؟ اقرأ الكهف، صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلاتنا على رسول الله يوم الجمعة وليلة الجمعة هو يسمع. متى تبدأ الصلاة؟ تبدأ الصلاة من أول غروب شمس يوم الخميس إلى ما بعد عصر يوم الجمعة، في ساعة إجابة عند المالكية، ساعة الإجابة بعد العصر، ساعة الأصيل. لكن عند الإمام الشافعي ساعة الإجابة يوم الجمعة وقت صلاة الجمعة، وقت صلاة الإيه؟ حكم البيع والشراء أثناء صلاة الجمعة للرجال طبعا لمن توفرت فيهم الشروط حرام، يعني في عقوبة، إلا أن البيع صحيح خلافا للحنفي، للحنابلة، خلافا لمين؟ فالبيع صحيح مع الحرمة. يعني إيه صحيح؟ لتوافر الأركان، بائع ومشتري، إيجاب وقبول، ثمن ومثمن. ما وجه الحرمة؟ وجه الحرمة أنك اشتريت في وقت يحرم فيه البيع، يحرم فيه إيه؟ رجاء تقرأ درس الجمعة في أي كتاب فقه سترتاح. بداية الهداية رجاء تقرأه وتهتم به، هذا الكتاب رائع، وقبله رائع، وبعده منهاج العابدين يا سلام رائع جدا جدا، وكلها توصلك إلى أن تفهم كتاب إحياء علوم الدين. ولسي يعلم أن الجمعة عيد للمؤمنين، وهو يوم شريف خص الله عز وجل به هذه الأمة. آدم خلق يوم الجمعة، دخل الجنة الجمعة، خرج الجمعة، نزل إلى الأرض الجمعة، مات يوم الجمعة، آخر يوم، يوم القيامة يوم الجمعة. عيد المسلمين يكره أن تصومه بمفرده، يوم قبله يوم بعده، لكن تصومه هو مكروه. وفيه ساعة مبهمة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها حاجة إلا أعطاه إياها. طيب أنا بقى يعني أشرح لك مبهمة دي وبعدين نكمل إن شاء الله. الله خبأ أمور في أمور حتى تفعل كل الأمور. أنا أشرح مولانا. نعم
نريدك يعني تيسر لنا في الامتحان. حاضر. كم كتاب؟ الكتاب 200 صفحة يا شباب. نعم، من صفحة 15 إلى صفحة 20 في سؤال. ها، جيد ولا غير جيد؟ جيد. ليه جيد الشيخ؟ 5 صفحات تذاكرها في إيه؟ سؤال. في شيخ آخر يا مولانا. نعم، صفحة 20 يأتي منها سؤال. ها، أسهل صح؟ واحد آخر مولانا. نعم، أذكر أركان الوضوء مع الدليل سؤال. هذا إيه؟ أسهل. أذكر أركان الوضوء، أنا لا أذاكر إلا أركان الوضوء. طب الشروط؟ تترك. المبطلات؟ تترك. المكروهات؟ تترك. السنن؟ خلاص كله ده. أنت ركزت فين؟ إذا الدرس مات. طيب، من 5 إلى 20 أوسع شوية والعلم أكثر، لكن في خراب. واحد آخر يقول يا مولانا نعم سيأتي سؤال في هذا الكتاب، إيه الحكم يا مولانا؟ ستذاكر الكتاب من البداية إلى فالله خبأ أمورا في أمور حتى تفعل كل الأمور. خبأ إيه في إيه؟ خبأ ليلة القدر في ليالي رمضان. ليه مولانا؟ حتى تقيم ليالي رمضان. ها، الناس تجتهد فين؟ في 10 الأوائل ولا الأواسط ولا الأواخر، خلافا لنساء ماليزيا. فنساء ماليزيا يجتهدن في 10 الأوائل والأواسط، لكن 10 الأواخر لا يذهبون. صح؟ صح ولا أنا مخطئ؟ يتركون. ليه يتركون؟ عن جل استعداد للعيد. ليلة القدر ليست في 10 الأوائل ولا في الأواسط، ليلة القدر في 10 الأواخر. فمن أراد أن يدرك ليلة القدر، الرسول قال أبحثت عنها صلى الله عليه وسلم في 10 الأوائل لم أجد، الأواسط لم أجد، التمسوها في الوتر من 10 الأواخر. مذهبنا الشافعي ليلة 21 أو 23، أنا أهتم. معظم العلامات 25، أنا أهتم ب25. ابن عباس قال 27، أنا 27. الإمام زروق قال آخر رمضان، آخر جمعة في رمضان، أنا آخر جمعة في رمضان. يعني يا مولانا؟ يا مولانا نعم أرح نفسك، تقيم رمضان 5 ليالي تدرك ليلة القدر. يبقى خبأ الله ليلة القدر في ليالي رمضان حتى نقيم رمضان. في ساعة إجابة، أين هي؟ يوم الجمعة تبدأ من فين؟ من مغرب الخميس إلى مغرب الجمعة، أي ساعة؟ مش عارف. ها، منهم من قال الصبح، ومنهم من قال بعد العصر، ومنهم من قال الجمعة. أنا أريد أن أدركها مولانا. نعم، أدعو الله في أي وقت ستدرك. طيب، إن لله اسما أعظم، من دعا الله به أجاب. ما هو اسم الله الأعظم؟ الله، نقول الله. واحد تاني يقول لي الغفور، نقول الغفور. النووي قال الحي القيوم، نقول الحي القيوم. بس مولانا أنا عاوز اسم الله الأعظم، أين هو؟ أرح نفسك. من دعا الله بكل الأسماء أترك الاسم الأعظم. فهمتم؟ فإن الله خبأ أمور في أمور حتى تفعل كل الأمور. طيب، يعني في استفادة من الدرس ولا لا توجد استفادة؟ استفدتم؟ اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله.